الإشكال الذي ينبغي أن ننتبه إليه وينتبه إليه الشعب الليبي بصفة عامة هو إعداد الجيل الذي يصل إلى سدة الحكم ويصل إلى البرلمان بحيث يطبق هذا الدستور. القضية ليس في وجود دستور مكتوب، هذا قد تتحصل عليه، لكن إذا كان الدستور وقع في أيدي ضعيفة لا تقدر على تطبيقه أو هي غير مؤمنة به أساسا فما الفائدة منه؟ هو حبر على ورق لا قيمة له. هو القرآن بين أيدينا الآن، هل استطعنا أن نطبقه؟ لماذا لم نستطيع أن نطبق عدل القرآن؟ لماذا؟ السبب فيه أن القائمين بالأمر لا يريدون تطبيق القرآن، إما لأنهم ضعفاء إذا هم غير مؤمنين به. فالآن ينبغي للجيل المسلم في هذا البلد أن يجمعوا أمرهم وتكون هناك توعية بحيث يخوضون معهم معارك التي فرضوها علينا ويصلون إلى البرلمانات وإلى الحكومة وإلى كذا، بحيث هم اللي يملكوا الأمر وهم بقدرتهم بعد ذلك أن يطبقوا الدستور. أما إذا تخلوا وتنازعوا فيما بينهم واختلفوا وصاروا يدعون إلى مقاطعة انتخابات أو مقاطعة حكومة، وهذه حكومة كافرة وهذه حكومة ظالمة، وتركوا المجال لغيرهم، لأن الكراسي ستملى راضينا أم أبينا، الكراسي في البرلمان ستملى غصبا عنا، أنت لا تستطيع.